خفتم مش كده؟ اذا هات اللايك. اللي بيخاف هات اللايك. هسألكم في سؤال قبل ما ابتدي الفيديو، حطيت اللايك؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. هات اللايك. معايا النهاردة اجدد 5 انواع من بيك شيبسي، تعالوا اعرفكم عليها. اول نوع معايا لون الكيس ابيض بطعم الكلاسيك، ده شكل. تاني نوع معايا البامبا بطعم الجبنة البارميزان والبيستو، وده شكله. هات اللايك. تالت نوع معايا الاخضر بالساور كريم والبصل بطعم الكريمة الحامضة والبصل، وده شكله. رابع نوع معايا اللبني او الازرق بطعم خل بلسمك وملح البحر، وده شكله. خامس نوع الاصفر او البيج بطعم جبنة المتبلة الحارة، وده شكله. اخيرا جينا لاكتر فقرة بحبها، هي ان احنا ندوق بقى. اول نوع هنقيمه هو الكلاسيك الابيض في اسود، وعشان انا قليطة طقمت مع كيس الشيبسي اللي بستنكم عصابة القناع الاسود. حدثوني عن شياكتي بالكومنتات. ريحة الشيبسي حلوة، هو صنع في مصر، وده شكله من جوه، وده شكل حباية الشيبسي. الملمس بتاعها مفهوش زيت، بيقرمش والقرمشة بتاعته جميلة. طعمه تمام اكنه بطاطس محمرة اللي بنعملها في البيت بس بدون ملح، يعني مش ضايفين له ملح. والغريب ان طعمه جميل جدا، تحسي ان انت بتاكلي حاجه نظيفه. بيج الاخضر طعم ساور كريم والبصل، الكريمه الحامضة والبصل، هو صنع في مصر. الريحه بتاعته جميله، ده شكل الشيبسي من جوه، برده مفيش ملمس زيت، وحبات الشيبسي كبيره. لما تدوقه هو طعمه جبنه بالبصل، طعم الجبنه فيه فظيع، ريحته حلوه جدا. بيقول انا جبنه بالبصل، الناس اللي بيحبوا طعم الجبنه واضح ده كده وبالبصل، بس مش عارفه هما ليه سموه ساور كريم. هات اللايك. بيجي اللبني او الازرق بطعم ملح البحر وخل بلسمك، هو صنع في مصر. ريحه الخل جامده قوي، نفاذه بشكل فظيع، وده شكل الشيبسي من جوه وشكل حبات الشيبسي. كل الحبات بتاعت الشيبسي في بيج حجمها كبير، والقرمشه بتاعتها جميله جدا وفظيعه. طعمه خل بالملح، طعمه حلو. بيج في طعم الخل والملح متوازن، مفيش حاجه اعلى من التانيه، بس بالنسبه لي شايفه طعم الشيبسي العادي اللي بيكون بالخل والملح احلى بكتير من ده. حط اللايك. بيج الاصفر او البيج صنع في مصر بطعم الجبنه المتبله الحاره، ده شكل الشيبسي من جوه. الريحه بتاعته حلوه، مفيش فيه طعم جبنه نهائي، بس فيه طعم مجموعه من التوابل، هتحسوا بتوابل كتير مشطشطه، يعني اكنك بتاكل شيبسي توابل بالشطه، مفيش فيه طعم جبنه خالص. حط اللايك. بيج البامبا بطعم الجبنه البارميزان والفيستو، هو صنع في مصر. ده بقى احلى ريحه، ريحته احلى ريحه، كل الاكياس ريحتها حلوه، انما ده ريحته فظيعه، وده شكل الشيبسي من جوه. وزي ما شفتوا اني رزعتها على اتنخه طوبه عشان خاطر هو حد لحق يشوف شكل الشيبسي. حبايب اللوكا اكتبوا لها في الكومنتات تستاهلي يا اللوكا، كل اللي هممها تدوق وتاكل وبس. وزي ما قلت لكم ان كل حبات الشيبسي بتاع بيك كبير ومفيش ملمس زيت خالص وانت بتاكل. اهو ده بقى اللي فيه طعم الجبنه، صحيح طعم الجبنه واضح جدا فيه، ريحته احلى ريحه، طعمه جميل جدا. حط اللايك. تقييمي النهائي لشيبسي بيك انه ممتاز من ناحيه القرمشه والطعم والريحه والجوده بتاعت الشيبسي. النوع اللي مفكرش اجيبه هو بيج الاصفر، لان هو طعمه توابل بالشطه، مفيش فيه نهائي طعم الجبنه. الباقيين كلهم القطعم بتاعتهم ممتازين، الاتنين دول الاخضر والبامبا دول الطب بالنسبه لي. الناس اللي بتحب الجبنه هينبسطوا قوي بالطعمين دول، طعم الجبنه فيه واضح ومميز، طعم الخل هنا والملح متوازن. بس لو هشتري هشتري النوعين دول عشان انا بحب الجبنه. حط اللايك. بالنسبه للشيبسي كلاسيك طعمه اكتر من رائع، وحاجه جميله جدا وطبيعيه. حط اللايك.
والغريب ان رغم ان هو ما فيهوش ملح الا ان هو انت بتاكله مستمتع بطعمه جدا. التلاتة دول بالنسبة لي الطب واحب اجيبهم على طول. حط اللايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حط اللايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة، حط اللايك.